بدأت السلطات السعودية إجراءات تسوية مالية مع المتهمين بالفساد، نتج عنها إخلاء سبيل عدد منهم مقابل استعادة أموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة. وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بداية الشهر حصلت على موافقة ملكية بإتمام التسويات المالية إذا كان فيها تحقيقا للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم مع تحقيقات اللجنة. معنا من الخبر المحلل الاقتصادي فضل البوعينين. أستاذ فضل، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. الأستاذ تركي الحمد المفكر السعودي كان له وجهة نظر فيما يتعلق بالإفراج عن المحجوزين أو الموقوفين بقضايا فساد، يعني طالب بمحاسبتهم وسجنهم، وقرنهم كذلك بمن يسرق سرقة يعني واضحة، وهنالك من اتفق معه وهنالك من اختلف. كيف تعلق في البداية على هذا الطرح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أكثر من طرح، لم يعني يكن الأستاذ تركي هو الوحيد، ولكن هناك طرح أيضا من خارج الحدود، من أناس كانوا من ضمن المنظومة داخل المملكة ثم أصبحوا خارجها، وأصبحوا الآن يركزون بشكل كبير على مكافحة الفساد. وللأسف الشديد أن أولئك الذين هم خارج الحدود اليوم كانوا ينتقدون بعض الإجراءات التي قامت بها الدولة لمكافحة الفساد منذ أن أنشأت، ثم بعد ذلك أصبحوا ينتقدون كيف تطلق الحكومة من كان متورطا في قضايا فساد بعد عمليات تسوية. ولكن قبل أن أجيب على هذا المحور، دعني أعود إلى تشكيل اللجنة العليا لمحاربة الفساد التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبالتالي ننظر في دقة مثل هذه الأمور. ولو رجعنا في الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين في ثانيا والنقطة الثالثة بشكل خاص، وهي تنص على اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات. إذن فوضت هذه اللجنة باتخاذ ما تراه فيه المصلحة العامة ومصلحة الوطنية بشكل أدق. إذن المصلحة اليوم تقتضي إعادة هذه الأموال، خصوصا مع الذين أبدوا تجاوبا معهم، صح؟ سأتي إلى هذه النقطة بالذات، واسترجاع الأراضي وإطلاق سراح كل من يتجاوب مع اللجنة ويبدي حسن نية بإعادة هذه الأموال، ومن ثم تكون هناك تسوية. وإذا سمحت لي في هذه العجالة، التسوية هذه التي حدثت في المملكة العربية السعودية ليست بدعا في القانون الدولي، ولكنها موجودة في أوروبا وفي أمريكا، وإذا هناك شواهد كثيرة. على سبيل المثال، وزارة العدل الأمريكية عملت تسويات في قضايا أشد وأعظم من هذه القضايا، وهي قضايا غسل الأموال. بعض البنوك التي فرضت عليها تسويات وصلت إلى 10 مليار وبعضها مليار. أضرب على سبيل المثال الحصر، ما فرضته وزارة العدل على بنك يو بي إس 10 مليار تقريبا، إتش إس بي سي فرضت عليه. وأخطر من ذلك أن وزارة العدل الأمريكية فرضت تسوية على حزب الله الذي يصنف اليوم من أكثر الأحزاب إرهابا في العالم، وبالتالي يمكن النظر إلى هذه التسوية ضمن الإطار العام للقانون الدولي والقانون المحلي. طيب، والصلاحيات التي أعطيت إلى هذه اللجنة. الكاتب عبد الرحمن اللاحم فصل وفرق كذلك بين السرقة العادية والفساد المالي العام، وأسهب كذلك في ذكره بأن الحق السرقة العادية فيها حق خاص ولا يحق للدولة إسقاط هذا الحق، بينما الفساد العام مساره معقد ومرتبط بعدة أشخاص وكيانات، والدولة لها الحق فيما تراه مناسبا. ما رأيك في هذه المقاربة؟ الأكيد نعم، هناك حق عام مرتبط بولي الأمر وبالدولة بشكل عام، وهناك حق خاص المرتبط في القضايا الشخصية. وأقرب مثال في القضاء السعودي، ليس هناك أعظم في الدين بشكل عام من قتل النفس، ومع ذلك عندما يسقط ولي الدم الحق الخاص عن القاتل تقوم الحكومة بإسقاط الحق العام عن هذا القاتل بعد تعزيره لفترة زمنية بسيطة. فإذا كان إسقاط الحق الخاص عن القاتل في أعظم الجرائم في الشرع
يطلق سراح من قتل وتعاد إليه حريته، فكيف بمن دخل في قضايا فساد؟ نقطة مهمة إذا سمحت لي فيما يتعلق بهذه القضايا بالذات، نحن نتحدث عن قضايا مالية، والفساد المالي هو فساد متشعب وذا اتجاهات أفقية وعمودية، وبالتالي تتبع هذه الخطوات وإثبات مثل هذه الجرائم تحتاج إلى وقت طويل، وإذا ما دخلنا في قضايا قانونية فقد لا نصل إلى حلول إلا بعد مرور 10 سنوات أو أكثر من ذلك. وبالتالي ما هو الأفضل، تعزير هؤلاء وإبقاهم في السجن أم الحصول على ما يقرب من 100 مليار دولار تودع إلى خزينة الدولة؟ صحيح. وأيضا تسترجع الأراضي التي ستستخدمها الحكومة لمصلحة المواطنين. المواطن لا يحتاج إلى التعزير بهؤلاء وعددهم أيا كان مركزهم، ولكن ما يحتاجه المواطن اليوم هو استعادة هذه الأموال وتحويلها إلى التنمية ومعالجة الأزمات، ومنها أزمة الإسكان من خلال استعادة الأراضي، المساحات الكبيرة الأراضي التي يعلن عنها تباعا. المطالبين بمحاكمات كذلك يعني تحدثوا عن رأيهم، ولكن لو نذكر النقطة ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقابلته مع صحيفة نيويورك تايمز، قال بأن 95% من الموقوفين أقروا بالتهم ووافقوا على إعادة الأموال وقبول التسوية. مبدأ التسوية ذكره هنا في هذه المقابلة، وقال كذلك بأن 4% أنكروا التهم وطالبوا باللجوء إلى قضاء. هنا نتحدث بأن القضاء له دور كذلك في 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 هذه القضايا. قانونيا جميع القضايا التي تعرض على المحاكم يمكن الاستثناء منها عندما يصل المتخاصمون إلى تسوية خارج المحكمة. وبالتالي اليوم مرحلة القضاء على الفساد، هذه نقطة مهمة، اليوم نحن وصلنا في مرحلة الفساد إلى مرحلة ثقافة عامة، وبالتالي إذا أردنا أن نكافح أو نحارب هذا الفساد فسنكون في حرب شعواء لا تبقي ولا تذر. ومن هنا نعتقد أن حكمة الحكومة هي أن يكون هؤلاء نموذج لاسترجاع هذه الأموال أولا، ومن ثم يكون هؤلاء نموذجا أيضا للمستقبل، بحيث نضع نقطة ونبدأ من بداية السطر، وما بعد ذلك سيكون هناك محاكمات وقضايا. الأمير محمد بن سلمان عندما أشار إلى 95% أنهم قبلوا التسوية فالحمد لله رب العالمين. الأهم بالنسبة للحكومة استرجاع 100 مليار دولار أو أكثر من ذلك، واسترجاع الأراضي وليس التعزير. ولكن حتى مع ما حصل عليه هؤلاء من خروج أسماءهم، أنا أعتقد أن هذا جزء من العقوبة التي حصلوا عليها خلال التسوية. هناك أيضا 4% 4% نعم، لأن 1% ثبتت براءتهم. نعم الـ4% خرجوا، نعم الـ4% سيحالون إلى المحاكمة، وهذا حقهم لأنهم رفضوا التسوية، رفضوا الإقرار أيضا بما ارتكبوا بالتهم التي وجهت إليهم، وبالتالي يصبح من حقهم اللجوء إلى القضاء. ولكن أقول وباختصار أيضا أن القضاء في هذه الحالة سيكون نعم سيستغرق مدة أطول، ومن المصلحة العامة نعتقد أن الحصول على الأموال والأراضي هي في الدرجة الأولى لمصلحة المواطنين قبل مصلحة الحكومة. شكرا فضل البوعينين المحلل الاقتصادي، كنت معنا من الخبر.